سعد رفيق الحريري. ألو خي سعد رفيق الحريري، جاي على لبنان ب 14 باط، ليه ما بتيجي ب 12؟ بتفتح بيت الوسط، بتخلي كل الناس اللي بيحبوك اول شيء يشوفوك يجتمعوا فيك، بعدين بتطلع على الضريح بتقرا الفاتحه عن روح الشهيد الاسطوره الله يرحمه رفيق الحريري. اه هيك رح تعمل. شو بدك من وين جبت رقمك؟ ما انا عفريتة البلد. ولو يا خي سعد رفيق الحريري، انت بتغير خطوط كتير بس الخط الاساسي بالقلب. ولا هي سعد رفيق الحريري. هلا خي سعد سمع سؤال، جاي على لبنان لوحدك ولا معك حدا؟ اه يا ما رح تجيب لي معك جوزي؟ جوزي جوزي عقاب صقر. لا بدك تجي على لبنان هالمرة بدك تجيب معك جوزي، جوزي عقاب صقر. يعني خي سعد بتعرف الوضع كتير صعب، يعني من ساعة ما اخدت لي جوزي عقاب صقر تكركبت الامور، بدك تجيب لي جوزي. بعدين خي سعد رفيق الحريري، يعني ولا مرة اخذنا منك شيء. قول بدي اتذكر اختي سمارة رفيق الحريري بهدية، ولو يا دولة الرئيس ايد الفاضي مجوية بتجي لوحدك، جيب معك جوزي، جوزي عقاب صقر. ليك خي سعد رفيق الحريري بدي اقول لك شيء، كل العالم ناطرينك لتجي على لبنان الا انا ناطرة عقابي منك. والله يا خي سعد رفيق الحريري عادي عم بيعملوا تحضيرات، ناطرينك لتجي، بلش يعلقوا لك صور. هلا خليني بموضوع جوزي عقاب صقر. خي سعد رفيق الحريري، انت بتعرف الصقر وين ببيض؟ اذا ما جبت لي معك جوزي عقاب صقر ما راح اخليك تعرف الصقر وين عم ببيض. شيخ سعد رفيق الحريري، اذا بدك تجي على لبنان جيب معك جوزي عقاب صقر، لان انا كتير اشتقت له، والا عقابي خبره شو راح يصير.